السلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية تولي اهتماما بليغا بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها. وقد التزم السيد رئيس الجمهورية بمباشرة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. ففي مجال التنظيم الإقليمي للبلاد، لعل من أهم المكتسبات التي طبعت السنة الأخيرة هو التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة التي تندرج ضمن الأهداف السامية لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لنقل كل الصلاحيات لها، بما يمكنها اليوم من القيام بدورها التنموي على أكمل وجه وتثمين مقوماتها وتقريب الإدارة من مواطنيها باختزال المسافات وتقليص الفوارق التنموية.